بس الاول هيكون معايا على الهاتف تليفون مهم جدا مع الكابتن الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مرحبا بك كريم، وبحيي كل الاخوه كل الشعب المصري العزيز جدا علينا وعلى الجمهور الرياضي اللي بشوفك. ده شرف كبير لينا، ودايما نحب الهلال ونحب انديه السودان كلها ونحب الشعب السوداني وجماهير الكره السودانيه بكل تاكيد. تسلم. طيب انا بدايه كده عايز اسالك على فكره تقديم مباراه الاهلي والهلال في دوري ابطال افريقيا بعد ما تم تاجيل هذه المواجهه التي تجمع النادي الاهلي بالمريخ السوداني لما بعد كاس العالم للانديه. راي حضرتك ايه؟ مش سامعك، عيد السؤال تاني. انا بسالك على انه مباراه الاهلي والهلال السوداني هتصبح بقت المباراه الاولى للنادي الاهلي وايضا لنادي الهلال بعد تاجيل مباراه الاهلي والمريخ السوداني. استعداد النادي الهلال لهذه المواجهه الكبيره امام النادي الاهلي؟ بالتاكيد يعني الملاقاه فريق كبير وعريق زي نادي الاهلي، اكبر الفرق الافريقيه واعظمها على الاطلاق، يعني في تحدي كبير لنا احنا يعني. والهلال متعود جدا على هذه اللقاءات الكبيره، لانه برضه الهلال من الانديه الكبار في القاره الافريقيه، وعنده صولات وجولات مع اهل فريق القار، وبالتاكيد بتشكل تحدي كبير لنا. لكن نحن كنادي نتطلع دائما ان نكون على قدر التحدي، فاستعدادنا ان شاء الله حتكون على قدر المواجهه. والاهلي دائما في الخرطوم، يعني مش عايز اقول يعني انه تحصل له مشاكل يعني مع الهلال، لكن الهلال طول المواجهات اللي في الفترات السابقه كان هو الاسبق لانه يكون على الاقل متعادل لو ما فايز يعني. طيب بالمناسبه دي، هو فعلا الاهلي بقاله فتره لما يلتقي نادي الهلال في الخرطوم بتبقى المباراه صعبه على النادي الاهلي، ليه دايما بنشوف الهلال على ملعبه فريق قوي وتحديدا قدام النادي الاهلي، ولما بيخرج بره ملعبه في كثير من الاحيان ما بيكونش بنفس القوه على ملعبه في الخرطوم؟ حاله نفسيه يعني، دائما بتتقمص اللاعبين يعني، لانه ملعب الهلال يعني ملعب حماسي بطولي، الجمهور اللي حاطه، الاجواء، كلها عوامل نفسيه بتغذي وبتزكي روح الحماس وسط اللاعبين. احيانا العامل ده بيغيب في المباريات الخارجيه، لانه في فترات كثيره يعني اللاعبين نفسهم اقل احترافيه يعني من المواجهات الكبيره يعني. لكن الان انا بفتكر انه فريق الهلال الان فريق ناضج جدا، على مستوى عالي من الاحترافيه. اعتقد انه هذا الموسم الهلال حيقدم مستويات احسن من سابقتها خارج ملعبه. انه في بناء في الفريق، هذا البناء يركز على احترافيه اللاعبين، الاحترافيه طبعا نفسها بتخاطب الاجواء النفسيه للاعبين. هذا عامل مهم جدا الان في كره القدم يعني. كان في مشكله بتواجه الهلال وطبعا المريخ ان هم ما يقدروش يلعبوا على ملعبهم بسبب اشتراطات الكاف، والامور دي اتحلت الفتره الاخيره مظبوط؟ اليوم اصدر الكاف قرار بانه فك الحظر على ملعب نادي الهلال بعد ما الملعب اصبح جاهز لاستقبال المباريات الافريقيه ببعض الاشتراطات البسيطه يعني، اللي هي في الطريق برضه انها تتحلى، يكون كل الشروط اللي صاحبت القرار ان شاء الله حترفع عما قريب يعني. في مجهود كبير اتعمل في الملعب، انت عارف الظروف اللي بيمر بها السودان الان، ظروف التحول الموجود، في اعاره كبيره لبعض الاعمال الانشائيه، لكن بمجهود كبير من الاخ الرئيس واعضاء لجنه تطبيع نادي الهلال، الحمد لله الان الملعب اصبح جاهز وحيكون اكثر جاهزيه لما يستقبل مباراه الاهلي، خصوصا الان حتى اضاءه الملعب
الرئيسي او الاضاءه اضاءه الملعب نفسه الان في طريقه الوسطى، وان شاء الله خلال شهر او اقل من شهر الملعب حيكون مضاء باضاءه حديثه جدا، يعني تتوافق شروط الكاف يعني. يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا.